اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملهو عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. كنتوا عم تسمعونا، تحية الصباحية للجميع، أحلى صباح لأحلى مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، اليوم الثلاثاء 12 من نيسان للعام 2022، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. يا شعبنا شد الحيل، يا شعبنا شد الحيل. طيب، في هذا الصباح أينما كنتم نحييكم بتحية الوطن فلسطين، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب. صباح الخير لكم أينما كنتم من طاقم عمل البرنامج عبد الله الخطيب، اليوم معنا محمد الزاغة، رشا حسوني، ومني ريم العمري. أطيب الصباحات لكم جميعا. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا، يا زينة البلدان. يعني بالبداية نترحم على شهدائنا، شهداء فلسطين الذين يرتقون في كل يوم. ندعو بالفرج العاجل لأسرانا من داخل سجون الاحتلال في ظل هذه الهجمة
التي يقودها الاحتلال بجيشه ووحداته الخاصة ومستعربيه ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا العزل الذين لا يملكون سوى الكرامة للدفاع عن أرضهم في كل مكان من أنحاء فلسطين، من شمالها إلى جنوبها، في جنين، الصمود، في قطاع غزة، في القدس، في الداخل، وأينما تواجدوا أيضا في الشتات. طبعا عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، عبر وكالة وطن للأنباء مباشر، عبر الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكم جميعا عبر الفيسبوك. وأيضا أرقام الهواتف هي 02-2966-195 أو 02-2966-197. أول إشي بدنا يعني في آخر المستجدات في جنين، اقتحام صباح اليوم كان للمنطقة الشرقية في مدينة جنين. قوات خاصة في جيش الاحتلال اقتحمت هذه المنطقة، اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال، يعني داهمت قوات الاحتلال عدة منازل من بينها منزل الصحفي مجاهد السعدي، جرى التحقيق معه ومع عائلته. في كل يوم يعني خلينا نحكي على مدار أسبوع، جنين تحت النار، جنين تحت النار فعليا. اللافت للانتباه أنه شباب جنين في كل مكان في جنين كمحافظة، يعني في مخيمها، في المدينة، في أحيائها، في بلداتها، كلهم بيكونوا ليل نهار على أهبة الاستعداد لأي اقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال. جنين للأسف تواجه النار لوحدها في وجه المحتل الذي يستفرد فيها. الأهم من ذلك أنه إحنا في مواقف شعبية كثير مؤازرة لأهلنا في جنين وداعمة لهم وتدعو لهم، ولكن بالمقابل لا نجد هناك موقف رسمي واضح مما يجري في جنين. لا نجد هناك أي موقف واضح من كل الجهات واللجان والفصائل والحكومة وما إلى ذلك. يعني يفترض أنه بدناش نحكي أنه تعلنوا حالة طوارئ في البلد واستنفار ودعوات للمقاومة الشعبية اللي كنتوا دائما تدعوا إلها وتدعوا للمسيرات. اليوم في حالة صمت، يعني حتى المسيرات العفوية اللي بتطلع في الشوارع ليلا في عدة محافظات منها مثلا رام الله بتطلع عفوية من الشباب، دعوات إنه بدنا نطلع دعما لجنين وكذا، لكن ما بتحس إنه في هذاك الموقف الواضح على إنه بدناش تهددوا يا سيدي، ولا تطلعوا تحكوا إنه يعني إذا دخلتوا جنين رح يصير كذا وكذا. بنعرف الإمكانيات وبنعرف الوضع، لكن على الأقل يكون في هناك موقف سياسي واضح. ما نشعر إنه في ناس في واد وما يجري في جنين في واد آخر، إن نشعر إنه كلنا كوطن وحدة واحدة اليوم نقف ونؤازر أهلنا وشعبنا. هدول أهلنا وشعبنا اللي بيواجهوا. أنت تخيل لما تكون عايش في مكان في ليل نهار في اقتحامات جيش، ساعات الفجر، ساعات الليل، ساعات النهار، لا في حياة منتظمة
ولا في ناس عارفة ترجع أصلا عجنين بنعرفها، ناس أصلا محشورة في بلدات أخرى، ولا الحياة طبيعية في المدينة ولا في المخيم ولا في البلدة، هي مش منفصلة، هي عايشة معنا. فيفترض كمان أنه يكون في هناك برنامج دعم لجنين وما يجري فيها. مش صح الناس تكون عايشة حياتها في منطقة أخرى كأنه كل شيء طبيعي، وإنه ما يجري في جنين خلاص هم لحالهم بيواجهوا يعني النار. فالمواقف خجولة، خجولة جدا لغاية هذه اللحظة، يعني بشعر وكأنه في خجل، ما فيش تصريح واضح وموقف واضح. أنا بحكي على المستويات الرسمية، لأنه المستويات الشعبية الناس في دعوات وفي ناس بتطلع مسيرات وفي ناس يعني أعلنت إنها بدها تروح على جنين وما إلى ذلك، لكن لازم يكون في هناك كمان موقف من القيادة، من القيادات الفصائل بشكل عام، أقوى من ذلك حتى لا تترك جنين لوحدها، ويكون العنوان عنوان المرحلة: جنين لست وحدك. آخر هناك معارك أخرى يعني غير اقتحامات الاحتلال لجنين وما إلى ذلك، في تخطيط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى في 15 رمضان، بنحكي عن 3 أيام القادمة. وغير هيك في دعوات أيضا مكثفة من قبل المستوطنين عبر الإنترنت وعبر المجموعات وما إلى ذلك، بأنه يقوموا بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذه الدعوات بدت جدية أكثر وصارت تحشد أعداد أكثر، وفيها خطورة كبيرة. اللي بدهم يعملوه أنه بدهم يذبحوا قربان، هاي نيتهم يعني، هذا القربان بدهم يذبحوه ويسيحوا دمه داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. وفي اقتحام رح يكون اليوم، المعركة خطيرة يعني، إذا في حال حدث، وأستبعد أن يحدث لعدة أمور، ولكن كل شيء متوقع في هذه المرحلة للأسف اللي إحنا عايشينها. لذلك إحنا لازم برضو نكون يعني متحضرين لما سيأتي خلال 3 أيام المقبلة. والجدل هو حول أيضا إنه ليش الاعتكاف أصبح فقط في 10 الأيام الأواخر من رمضان. عادي بالإمكان يكون، والشيخ عكرمة صبري قال كلمة حق، قال لا أحد يستطيع أن يمنع الشبان من الاعتكاف في باحات المسجد الأقصى المبارك. اليوم الاعتكاف ضرورة وطنية، يعني بالإضافة لإنها دينية، هي ضرورة وطنية. في ظل الاقتحامات، امبارح صباحا كان في اقتحامات، أول امبارح صباحا كان في اقتحامات، خلال الأيام 3 القادمة هناك اقتحامات. فأعتقد أنه إحنا من زمان للأسف، هم مدير المسجد الأقصى والقائمين على الأوقاف بشكل عام بضلهم يدعوا الناس شدوا الرحال، شدوا الرحال للمسجد الأقصى، شدوا الرحال للذود عن المسجد الأقصى، شدوا الرحال للدفاع وما إلى ذلك. ولما صار شد الرحال وصارت الناس تيجي من أماكن بعيدة وبدها تعتكف داخل المسجد الأقصى المبارك، منعوهم بسبب كما قالوا إنه الاعتكاف فقط في 10 الأواخر. طب يا أخي أعطي استثناء السنة، لكن شرطة الاحتلال أيضا تمنع، شرطة الاحتلال تمنع ذلك. بالإضافة إلى أنه الأعياد المسيحية القادمة واللي رح تكون تقريبا بـ20 الشهر 20/4، الاحتلال ضيق وقاعد بضيق على المسلمين والمسيحيين في القدس،
وسيمنع المشاركة في هذه الأعياد لأكثر من 1000 فقط يدخلوا الكنيسة، ويعني بس فقط 1000 يشاركوا في كنيسة، يدخلوا كنيسة القيامة، وفقط 500 يشاركوا في البلدة القديمة. حدد هذه الأعداد الضئيلة للمشاركة في الأعياد المسيحية، مما اضطر بطريركية الروم الأرثوذكس إنها تصدر بيان بخصوص الأعياد وتتحدث فيه عن هذه الإجراءات والقيود المجحفة ورفضها لهذه القيود اللي طبعا فرضتها شرطة الاحتلال يعني خلال هذا العام وهذا الأعياد. بالمقابل الأعياد اليهودية شو اللي بيصير فيه؟ معطي العنان والضوء الأخضر للمستوطنين، يحشدوا، يعمل اللي بدهم إياه، ينظموا مسيرات، هايهم قاعدين بيخططوا ذبح قرابين داخل الباحة المسجد الأقصى المبارك، ومش ما حددت لهم أعياد وما حددت لهم أي قيود أخرى، وبدهم هايهم بيخططوا. فاليوم إحنا أمام 3 أيام خطيرة جدا، أمام مخطط هو أخطر ما يمكن أن يرتكب الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك. لذلك من يستطيع شد الرحال خلال 3 أيام القادمة إلى المسجد الأقصى المبارك ألا يتوانى عن ذلك. فبالتالي إحنا جايين على أيام صعبة في ظل كل هذه الانتهاكات والعدوان الذي يشنه الاحتلال ضد أبناء شعبنا. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم. وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب. مأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. في ملفنا الأول حول موضوع اتحاد المعلمين والفعاليات الاحتجاجية ومصادقة الحكومة على الاتفاق بين وزارتي التربية والمالية واتحاد المعلمين. بالأمس أعلنت الحكومة في اجتماعها أنها صادقت على الاتفاق ما بين وزارتي المالية ووزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين. لكن رغم ذلك الاتحاد أعلن عن تعليق الدوام اليوم 11:30، وأعلن عن استمرار فعالياته الاحتجاجية أيضا، وأشار أنه سيكون هناك اجتماع مع وزارة التربية والتعليم لمناقشة المقترحات المقدمة. فإحنا رح نحكي أكثر مع الاتحاد حول هذه الاقتراحات المقدمة، ما هي الاقتراحات المقدمة من قبل الحكومة، وما هو تفصيل الاتفاق اللي تم المصادقة عليه بين الوزارتين وبين اتحاد المعلمين. وبالتالي كان في أيضا مطالبة سابقة من قبل رئيس الوزراء طالب فيها نقابة التمريض والقبالة واتحاد المعلمين بوقف إضرابهم، قال أدعو الاتحاد والنقابة بوقف إضرابهم فورا. أثارت هذه المطالبات أيضا جدل بين أوساط العديدين بأنه تمام مش وقته وتدعوهم لوقف الإضراب، لكن لديهم حقوق، وإحنا بنعرف أنهم هم من الفئات الأكثر تهميشاً، وبنعرف أنه الممرضين والمعلمين هم من أقل الناس اللي بياخذوا رواتب في البلد مقارنة بالرواتب العليا والامتيازات والتعيينات والترقيات اللي بنسمع عنها.
فلسان حالهم يقول لماذا دائما عندما يأتي الأمر عند المعلم أو عند الممرض أو عند الفئات العاملة في الوظيفة الحكومية الأقل حظا يطلب منهم وقف الإضراب أو الاستعانة بالمحكمة من أجل إصدار قرار بوقف الإضراب، وهم بيشكلوا كمان فئة واسعة من الموظفين. فكان في هناك جدل كبير حول هذا الموضوع، إنه بدك نوقف الإضراب، طيب أعطونا حقوقنا، طيب أعطونا علاواتنا، طيب أعطونا الرواتب والعلاوات التي تليق بنا كممرضين وكمعلمين نقدم من أجل هذا الوطن. على أي حال سيكون معنا أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم عاصم زبون حتى يضعنا في صورة الوضع اليوم، وأيضا سنتحدث في موضوع حملة إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة، وهناك دعوات لتكثيف هذه الحملة. المطلوب منك كمواطن بدك تدعم الأسير أحمد مناصرة شغلتين: تتحدث عنه دائما، عن تعرف فيه من هو الأسير أحمد مناصرة، من هو، كيف تم اعتقاله، هو عمره 13 سنة، العذاب في التحقيق اللي عاناه، وتغرد بالهاشتاجات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عريضة للتوقيع عليها أيضا رابطها موجود، ادخل وأعطي توقيع. هذا أضعف الإيمان، طبعا أضعف الوسائل، لكن بالضغط عبر السوشيال ميديا ممكن أن يحدث شيء. غدا 13/4 هي محاكمة الأسير أحمد مناصرة، ممكن أن يحدث شيء معين، ممكن أن يطلب تخفيف الحكم عليه، ممكن يتم يعني إذا كان في ضغط كبير أن يتغير الأمر إلى الإفراج عنه بسبب وضعه النفسي وبسبب وضعه الصحي. هذه الحملة يجب أن تستمر، وفي دعوات لتكثيف المشاركة في هذه الحملة، وأنه تكون حملة التضامن من مع مناصرة مستمرة بكل الأوقات حتى يتم إنقاذه من عنصرية الاحتلال وحقده. لكتب باسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حابي. الشمس الماء بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. لا 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 لا. الأشعار يا دار الأوفى دار تحلى بيك الأشعار، تبكي عالداير يا بلدي مزروع بشتوغار، عالبرج العالي طل خيالي وسيوف تلالي وشمسك ما تغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. بنذكر انه الاسير احمد مناصر اعتقله الاحتلال يوم 12/10/2015، بنحكي عن 7 سنوات بدعوى محاوله تنفيذ عمليه طعن في القدس برفقه ابن عمه حسن اللي استشهد فورا في الوقت اللي اطلق فيه الجيش الاحتلال الرصاص على احمد، وقام المستوطنون في حينه بدعسه وضربه بعنف ليتم اعتقاله بعدها. المحققون استخدموا بشكل واضح التعذيب النفسي على أحمد مناصرة بالصراخ والشتم، ومن منا لا يذكر فيديو أحمد مناصرة وهو يصرخ ويقول مش متذكر داخل أقبية التحقيق في عمر صغير وهو عمره 13 سنة، كان يضرب رأسه ويقول مش متذكر. أحمد لليوم الذاكرة
يعني عنده والتعب النفسي الموجود عنده نتيجة هذا التعذيب منذ نعومة أظافره. طبعا محكمة الاحتلال أيضا أصدرت حكم على أحمد بتاريخ 7/11/2016 بالسجن الفعلي لمدة 12 عام وفرضت عليه دفع غرامتين ماليتين 180,000 شيكل. اليوم الأصوات بتتعالى في حملة من أجل الضغط لإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة. تنضم لنا عبر الخط الهاتفي روزين مرجية وهي عضو بالشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية. تحياتي إليك روزين. أهلاً أهلاً. صباح الخير. إذن الدعوات لتكثيف المشاركة والضغط في حملة إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة قبل جلسة محاكمته بالغد. خلينا نحكي أكثر عن هذه الحملة وضرورة الضغط من أجل الإفراج عن أحمد. تمام. إحنا هيك بلشت الحملة هيك الطالب من فترة لما انطلقت ب 12/3 إنه الأشخاص بالبداية كانت موجهة لأكاديميين اللي هن حقوقيين وكمان اللي هن بمجال علم النفس إنه يشكلوا ضغط على إدارة السجون هون إنه يكون في محكمة اللي فيها إحنا نطالب بإنه يقدر هو يطلع بثلث بعد ما خلص ثلثين المدة لأنه هو عمليا حرم من إنه يكون في عنده هاي الإمكانية. فكان في هيك ضغط وكان الهدف كمان بالبداية إنه نحكي إنه ظروف الاعتقال من البداية الحديث وين إسه هي وصلت اليوم هي اللي سببت هي واحدة من الأسباب يعني المركزية للوضع الصحي إن كان جسديا وإن كان نفسيا وإحنا بنحكي أكثر عن العامل النفسي اللي هو موجود فيه. وآخر تطور كان إنه آخر 5 أشهر هو كان موجود بالعزل الانفرادي. فبالبداية كان الضغط هو عن طريق عن جد أكاديميين اللي هن مجال الصحة النفسية والحقوقيين وبعدين شفنا قديش في الناس عم تتفاعل معنا وقديش هي مهتمة بقضية أحمد وتوسعت الحملة وعم نشوف كمان لليوم قديش الهاشتاجات وقديش فري أحمد مناصر وقديش كل شخص بيكتب عنه عم بيشكل ضغط يعني. وهذا كمان حتى يعني حقوقيين اللي بيشتغلوا معنا كتير بيحكوا عن أهمية إنه إحنا نكمل هذا الضغط والعمل إن كان بالإنترنت وكمان بالميدان. كان في مظاهرات على فكرة بكتير محلات بالعالم للطالب إنه نخرجه وقديش هذا له تأثير لأنه بالآخر الصورة قبل العالم مهمة. فيعني كل إشي إحنا بنحكيه وكل حدا عم بطالب إنه يطلع وعم بقول إنه هذا إنسان اللي عم بمرق تعذيب نفسي كتير كتير صعب بالسجون وإنه هو انحط بخانة اللي فيها هذا الشخص إحنا يعني عن جد عم بمرق كتير تعذيب اللي هو صعب. فكل حدا اللي عم بطالب عم بشكل ضغط كتير كبير. فلهيك إحنا بنقول كمله بالذات إنه المحكمة بكرة وكتير مهم لإلي أحكي إشي عن المحكمة كمان إنه المحكمة هي إحنا نتأمل يعني وعن جد كلنا أمل ومع أهل أحمد وحاطين كل طاقتنا ومجهودنا بعدة عن جد أصعدة إنه هو يقبله إنه يقدر يقدم لمحكمة الثلث. بس المحكمة هي بس كمان مرحلة يعني في حالة إنه المحكمة ما رفضت إحنا بدنا نكمل مسعينا. أحمد بحاجة لأنه إحنا مش راح نوقف غاد. فهذا كمان مهم إنه ينحكى كثير هيك بنحكى إنه ضلكوا والمحكمة بكرة ممتاز بس إحنا بدنا كمان نفس من الناس وقوة معنا لبعد 13 الشهر لأنه إحنا بنعرف كيف راح تكون نتائج بالذات إستا من ناحية كل شيء عم بيصير ميدانيا فعم بيكون يعني الظروف ممكن تكون كمان صعبة بهذا الوقت. طبعا بكرة المحكمة فاليوم لازم يكون في تكثيف دعوات. إيش مطلوب من الناس يعني اللي عم بيسمعونا روزين؟ قديش كل واحد في مكانه ممكن يساهم في الضغط في حملة إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة؟ كل إشي لحديت إسته كان ينعمل بساعد إحنا اللي عم نطلبه إنه يكملوا بنفس الأشياء اللي عم تنعمل. كل واحد عن جد عم بيعترض وبسمع صوته بطريقته. الفنانين اللي بأغانيهن الفنانين كمان اللي برسماتهن وبالكاريكاتورة تبعتهن وبهاي الطرق اللي فيها هنا عم بحركوا المشاعر. كل واحد إنه يطلع الصدى ويحكي اسمه كثير يعني عن جد يتداولوا بالعالم الإلكتروني لأنه عم بوصل لأكثر أشخاص وهذا عم بشكل ضغط. بالذات إنه إحنا كمان عم نحاول يعني في تواصلات مع جهات مختلفة إن كان ال لجنة لتقصي الحقائق اللي بلشت تشتغل وإن كان كمان في هيك عم نحاول نضغط على الرأي العام. فلما إحنا نحاول نضغط على الرأي العام تفاعل الناس هو كتير مهم. فالمطلوب هو إنه يكملوا الهاشتاجات. المطلوب إنه كل واحد بحس إنه في عنده طريقة يحكي القصة يحكيها
عشان تصل ممكن عدد أكبر. طبعاً في هاشتاجات كتير عبر الفيسبوك وتويتر اللي هي الحرية لأحمد مناصرة، أنقذوا أحمد مناصرة، وأكثر من هاشتاج بالعربي وبالإنجليزي ممكن إنكم تشاركوا فيه، وهذا تساعدوا في تعريف العالم أكثر على أحمد مناصرة والضغط للإفراج عنه. روزين، كونك أخصائية نفسية، خليني أسأل قديش هذا الإشي متعب لإنسان تعبان نفسيا أصلا بأنه يكون مقيد بالسلاسل لساعات طويلة داخل غرفة معتمة وداخل أصلا يعني اعتقال بشكل عام؟ هيك احنا كتير إسا عم نتعامل مع هذا الجانب بالنسبة لأحمد وبالنسبة لأسرة بشكل عام. الآخر فترة احنا عم بخلوهن بالعزل الانفرادي أكثر من 15 يوم، اللي حسب القانون الدولي أكثر من 15 يوم بنعد هو انتهاك لحقوقه. يعني هي طريقة تعذيب اللي هي كتير صعبة انك تترك انسان بعزل انفرادي ل 15 يوم. فالشيء اللي عم بصير انه انت موجود بعزل انفرادي لفترة كتير كتير طويلة أحمد، تقريبا 5 أشهر، باخذ أدوية اللي هي كمان يعني صعبة، وكمان يعني باخذ كمان هيك أدوية مش دائما مسموح له انه يكون بالشمس. كل هاي الظروف كتير بتأدي انه الانسان يمرق حال نفسية صعبة، يكون مع نفسه ومع افكاره، وما فيش ولا اي حدا احنا الاشخاص بحياتنا نستعين فيها كتير مرات عشان تهدينا. بمحادثة صغيرة باي تفاعل مع الناس احنا هذا الاشي بيساعد انه احنا نهدي من مشاعرنا. فاللي عم بيصير مع احمد انه هو طرقت عم بيكون بهذا العالم وما فيش مين يتعامل مين يهدي، وكمان خذ بعين الاعتبار انه هو ربي بهيك أجواء عمليا. صحيح. هو فالطفل بعمر صغير وبعمر تشكيل الشخصية يعني بالضبط، وانحرم من بالضبط وانحرم من الشخصيات اللي هي احنا بنسميها الآخر المهم، يعني الأهل الأم والأبو هن الآخر المهم اللي هن كتير لهن أهمية بتشكيل شخصية الولد. فالعزل الانفرادي في كتير أدبيات اللي بتحكي عن قديش هو بأثر نفسيا على الإنسان وقديش ممكن يكون عن جد يؤدي هيك لكسر النفس، هو أداة تعذيب هالقد صعبة. وكتير محلات بطالبوا بالعالم أنه يلتغى. فإحنا كمان يكون مهمة. هلا رح أسألك شو رح يكون عندك روزين، بس هاي نقطة مهمة للضغط فيها باتجاه إطلاق سراحه، هو وضعه النفسي بالإضافة إلى ما يعانيه داخل المعتقل، بالتالي هذه نقطة مهمة ومرتكز هام من أجل الضغط. صحيح؟ طبعا إحنا كل الحملة تبعت أحمد ابتدأت على يد يعني أخصائيين نفسيين من هنا، دكتور نادرة، بروفيسور نادرة ودكتور يعاد وغيرهم، لأنه الفكرة كانت أنه إحنا عم منشوف إنسان اللي هو وضعه النفسي هالقد صعب، وكل ظروف الاعتقال عم بتكمل إطفاقا من وضعه كمان الجسدي، يعني بعد تعرفوا أنت كل ظروف الاعتقال والكسر بالجمجمة كل هاي الأشياء، فهو تفاقم الوضع. فالإشي من هذا المحل أنه محل إنساني تبع أنه في يعني ابننا موجود بالسجون وعم بمر على وضع صعب، وإحنا بدنا إياه أنه يتحسن أو يأخذ على الأقل العلاج المناسب. بس تعرفوا كل ظروف السجن تسمحش أنه يشوفوا أطباء زي ما وهذا كل المفروض يكون. هذا كله المفروض ينظروا له في المحكمة بكرة، هذا التقرير النفسي الكامل لحالة أحمد. رح يتقدم طبعا، رح يتقدم التقرير. الهدف احنا انه يوصل لمحكمة الثلث، انه يكون مثله مثل باقي الأسرة. فاحنا الاشي الاساسي اللي احنا مرتكزين عليه هو العامل النفسي، وهي هاي رسالتنا كانت من البداية. احنا بنتأمل انه هذا الاشي ياخذ الصوت الصح، لانه هو عن جد بحاجة لهاي المساعد، هو بحاجة لنا. فمنشوف يعني كمان دور التحركات بالشارع بكل الجهات لها تأثيرها، وكمان القضاء يعني لهم اعتباراتهم، بس احنا عم نعمل كل شيء عم نقدر عليه. نعم أكيد، وإحنا بنقول للجميع بكرة جلسة محاكمة أحمد، كثفوا من التغريد لأحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالهاشتاجات، كل حدا عنده هاي القدرة فعلا بطريقته يحكي قصته. نعم. عشان توصل عبر الإعلام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المجموعات، اكتبوا عن أحمد، احكوا قصة أحمد للعالم كله، اضغطوا من أجل الإفراج عن أحمد. شكرا جزيلا لك روزين مرجية، عضو بالشبكة الفلسطينية العالمية للصحة النفسية. ما حد مثلك ما حد، وانت بصمودك قايل
في الزنزان بتزرع ورد وللنصر بتنسج رايق وما حد لما بتهز القضبان بتسمع أحلى الألحان من أجل والدة أحمد مناصرة ومن أجل كل أمهات الأسرى ما تعانيه والدته بشوقها وخوفها على ابنها كثفوا من حملات الضغط والمناصرة لإنقاذ حياة أحمد مناصرة. ومن أجل طبعا أنا بتذكر ذاك اليوم اللي الأسير أحمد الشويكي حكى لنا فيه بحلقتنا في برنامج شد حيلك يا وطن عن أحمد مناصرة، ومن هناك انطلقت الشرارة. بعد ما سألته عن مين أسير داخل سجون، طبعا أسير محرر كان معنا على الهواء أحمد الشويكي بعد قضاء فترة طويلة داخل سجون الاحتلال، وكنا نجري معاه لقاء، فكان سؤالي له أنه مين الأسير أو الأسرى اللي بتعتقد داخل سجون الاحتلال لازم يتم تسليط الضوء عليهم وبيعانوا، فذكر قصة الأسير أحمد مناصرة، وتفاجأنا أنه بيعاني من وضع نفسي صعب للغاية، وأنه يتم تقييده بسلاسل، وأنه الاحتلال بضعه في غرفة معتمة زنزانة معتمة لوحده لساعات طويلة تمتد إلى 12 ساعة. من بعدها بدأت التحركات من أجل إنقاذ حياة الأسير أحمد مناصرة والتواصل مع الأهل، واللي عقدوا مؤتمر صحفي فيما بعد، وانطلقت حملة مناصرة الأسير أحمد مناصرة. لا تنسوا أحمد لا من دعائكم ولا من الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا من أنه تكتبوا قصته في كل مكان. موضوعنا الآخر، إذن صادق مجلس الوزراء بالأمس على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارتي التربية والتعليم والمالية من جهة واتحاد المعلمين من جهة أخرى لوقف إضراب المعلمين، لكن في سياق آخر اتحاد المعلمين أعلن أنه مستمر في فعالياته الاحتجاجية، وأعلن عن تعليق الدوام اليوم الساعة 11:30. ما هي هذه المقترحات التي قدمتها الحكومة؟ المزيد من التفاصيل يحدثنا بها عبر الخط الهاتفي أمين سر الاتحاد في بيت لحم عاصم الزبون. أخ عاصم صباح الخير، أهلا بك معنا. أخ عاصم صباح الخير. يسعد أسعد الله صباحك وصباح كل من يشاهد ويستمع إلى هذه الحلقة. أهلا بك معنا. إذن أعلنت الحكومة بالأمس المصادقة على الاتفاق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية واتحاد المعلمين من جهة أخرى، ماذا تعني هذه المصادقة وما هو هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه؟ يعني بداية من أعلن هي الحكومة الفلسطينية وهي الأقدر على شرح ما تقصد بهذا الإعلان، ولكن نحن بجانبنا في الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أكدنا مساء أمس أنه لا اتفاق بيننا وبين الحكومة حتى اللحظة، وإنما كانت هنالك جلسة للحوار طرحت فيها مجموعة من النقاط، مجموعة من البنود الخاصة بمطالبنا ومطالب معلمينا، ثم أخذت هذه المطالب من وزير التربية والتعليم إلى الجلسة الحكومية وتم إقرارها وتم تصديرها للإعلام على أنها اتفاقية. اليوم إحنا سنناقش يعني هو هذه الاتفاقية اللي قصدهم عنها هو اللقاء الأخير بينكم وبين الحكومة؟ صحيح. اليوم نحن بقيادة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ممثلة بالأقصى هذه اللقاءات ستناقش مع وزير التربية والتعليم ما تم إقراره في الحكومة، وهذا إذا كان مقبول للاتحاد ولجموع معلمينا سنصير إلى توقيع اتفاق، وإلا نحن مستمرين في فعالياتنا النقابية حتى نائل كافة حقوقنا. طب شو هي المقترحات هاي المقدمة من قبل الحكومة ووزارة التربية والمالية؟
يعني احنا في النهاية حتى اللحظة لم نجلس مع وزير التربية والتعليم، لكن انا خلينا اقول لك انه نتحدث مثلا عن تحويل العلاوة الاشرافية الى علاوة طبيعة عمل او اضافتها الى طبيعة العمل، واحدة من البنود المعروضة من الحكومة، بالاضافة الى بعض الملفات العالقة مثل تعيينات 2019 وكثير من الامور المالية العالقة. ننتظر الجلوس مع وزير التربية والتعليم لنحصل على كامل المعلومة، وثم ستخضع الليلة لاجتماع الاتحاد المعلمين للتصويت عليها والإقرار إما بالتوجيه مع توقيع اتفاق أو كما أسدفت استمرار فعليها. يا سيد عاصم معلش، يعني كيف الحكومة بتصادق على اتفاق وتقول إنه تم التوصل إليه بين الثلاثة أطراف واتحاد المعلمين لا يعرف بنود هذا الاتفاق؟ أختي العزيزة أنا جاوبتك، من يسأل عن صياغة الخبر؟ ما هو أنتوا يفترض أنه طلعتوا بيان حكيتوا أنه ما فيش اتفاق، يعني ما كانش في أي رد من قبل اتحاد المعلمين. لا لا لا، صدر بيان بالأمس يتحدث على أنه فعالية يوم الثلاثاء فقط، أنه إحنا يعني مستمرة فعالياتنا الاحتجاجية، لكن أنا أقصد بخصوص هذا الاتفاق. لو سمحتي دعيني أكمل. البيان كان يحتوي على شقين، الشق الأول فعالية يوم الثلاثاء مستمرة، والشق الثاني أننا سنلتقي مع وزير التربية والتعليم اليوم لدراسة مقترحات الحكومة. وهذا واضح، دراسة مقترحات الحكومة أنه لا يوجد اتفاق. الكثير من أمناء السر وأنا واحد منهم نوهنا إلى على مواقعنا الشخصية ومواقع فروعنا أنه لا يوجد اتفاق. كيف صاغت الحكومة الخبر؟ كيف تم التعاطي مع الجلسة بين الأخ الأمين العام ووزير المالية ووزير التربية والتعليم وتحولها إلى اتفاق؟ هذا شأن الحكومة. نحن كاتحاد عام للمعلمين الفلسطينيين جلسنا في جلسة أولى كانت جلسة تفاهمات وحوار عام، واليوم إحنا سنجلس بهدف الاطلاع على ما تقدمه الحكومة، إذا كان مناسبا سيقبل ونصير إلى توقيع اتفاقية، إن كان لا ففعالياتنا النقابية مكتملة. وأعتقد لو كان هنالك اتفاق موقع بعد بياننا بأن الفعالية مستمرة لخرجت الحكومة بهذا الاتفاق وقالت في الإعلام أنه هي اتفاق موقع، كيف أنتم تستمرون في إضرابكم؟ لا يوجد اتفاق موقع، هنالك محاولة لإحراج الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، نحن مستمرين في فعالياتنا النقابية حتى الحصول على مطالبنا العادلة والمشروعة. هذا اللي كنت بدي أسألك إياه. نوقع اتفاق ولن نخجل من الحديث أننا قمنا بتوقيع اتفاق ضمن التفاهمات التالية مع الحكومة. هذا كنت بدي أسألك يا خاصة أنه هذا الإعلام للحكومة جاء بعد تصريحات لرئيس الوزراء يطالب فيها الاتحاد بوقف الإضراب فورا، سواء نقابة التمريض أو اتحاد المعلمين. بعدها بساعات صدر قرار من الحكومة أو صدر يعني تصريح دعني أسميه بأنه تم التوصل إلى اتفاق، فكان في غرابة في الأمر، ربما كما ذكرت هناك محاولة إحراج للاتحاد. طيب اليوم الاتحاد أعلن عن أنه الفعاليات مستمرة، في تعليق دوام الساعة 11:30، بالنسبة لباقي الأسبوع في فعاليات ولا بيعتمد على اجتماعكم اليوم؟ أولا نحن اليوم معلقين الدوام بدون طلبة، يعني المعلمين موجودين في أماكن عملهم ولم بدون أي إعطاء أي حصة ودون القيام بأي عمل، وسيغادروا مدارسهم الساعة 11 صباحا. لدينا برنامج للغد وبعد الغد، ولكن كما أسلفت هذا منوط بما ستقدمه الحكومة اليوم عبر وزير التربية والتعليم. إذا ما تم تقديم أمور طرقة لمطالب المعلمين بالطبيعي ليس الإضراب هدف لدينا، سنقوم بالإعلان عن قبولنا لهذه التفاهمات وتعليق فعالياتنا فورا، وإن كان لا ففعالياتنا النقابية حتى نهاية الأسبوع مستمرة. نحن ندرك جيدا أنه التسريع أو تقصير عمر الأزمة مناط بالحكومة، ومن يتحمل المسؤولية الكاملة هي حكومتنا الفلسطينية. نحن اليوم ننتظر رد من الحكومة الفلسطينية، إذا كان إيجابي فعلى بركة الله، كما أسلفت الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب لديه وسيلة وهي الوسيلة الأخيرة بهدف الضغط على الحكومة. طب شو رأيكم بمطالبة رئيس الحكومة بأنه توقفوا فورا الإضراب؟ يعني أنت سألت سؤال قبل شوي أو حطيت ملاحظة إن صح التعبير إنه جلسة مجلس الوزراء يتم الدعوة إلى وقف الإضراب ثم يخرج عن جلسة الوزراء قرار بإقرار اتفاق، هنالك حالة من اللغط. أتفهم جيدا يعني إنه رئيس الوزراء من واجبه كرئيس وزراء أن يدعو الموظفين إلى العودة إلى العمل، كذلك هذه الدعوة علقنا عليها بإنه عودتنا إلى العمل
من يسرعها ويقصر من عمر الأزمة هي الحكومة في الاستجابة لمطالب المعلمين. وبالتالي حتى دعوة رئيس الوزراء إلينا للعودة للعمل، الأصل هو البحث في مشكلة التي أدت إلى تعليق العمل. إذا كان هنالك حلول لهذه المشكلة فسنعود إلى العمل دون دعوة من أحد. تمام، بس نذكر سريعا انتم المطالب اللي حكيتوها، اتحاد معلن صرف راتب بشكل كامل اهمها، وصرف عدد من العلاوات ايضا طالبتوا فيها. لا غير صحيح. ايش احنا بدايه مطلبنا الاول هو تعديل طبيعه العمل، مش صرف. يعني انتم ما طالبتوا بصرف راتب بشكل كامل؟ اسمعيني لو سمحتي، احنا عندنا مجموعه من البنود. اول بند فيها هو تعديل علاوه طبيعه العمل. لدينا على قسيمه الراتب حاجه اسمها العلاوه الاشرافيه، يحرم منها المعلم عند التقاعد. نريد ان تحول هاي العلاوه الاشرافيه الى علاوه طبيعه عمل، ان تحول الى قيمه 15% مثلا وتضاف الى طبيعه العمل، يستطيع الموظف المعلم الفلسطيني ان يستفيد منها عند التقاعد. هذا مطلبنا الاساس. عندنا كمان حديث عن قلاء المعيشة، عندنا عن ضرورة انتظام الراتب، عندنا عن ضرورة صرف الأمور المالية العالقة من 2019-2021 بجدول زمني وبتواريخ محددة. ما رح نقبل أن يكون سيتم الصرف خلال العام خلال الشهر القادم بدون تاريخ محدد. نحن نتحدث اليوم عن أن هنالك استحقاقات مالية معطلة. نحن مطلبنا أن يتم وضع جدول زمني محدد لصرفها. لصرفها بشكل كامل. هذه مجموعة مطالبنا. الراتب واحدة من المطالب. طيب يعني طالبتوا فيها، ما يعني أنت لما قلت لي لا فكرت إنه مش مطالبين فيها. لا، الفعالية لم تكن بعنوان الراتب. البعض يحاول أحد المطالب. أحد المطالب بالضبط. الفعالية لم تكن بعنوان أعطونا الراتب من داون، خلينا نحكيها بالعامية. لا، الفعالية كانت بعنوان إنه لدينا مجموعة من الحقوق والمطالب النقابية، منها ما هي حقوق معطلة منذ سنوات، ومنها ما هي استحقاقات نقابية جديدة نبحث عنها لتطوير الوضع المعيشي لمعلمين. كما أسكف مثلا موضوع العلاوة الإشرافية، ولدينا مثلا حقوق مثل أجور امتحان الثانوية العامة، المراقبة والتصحيح التي لم تصرف منذ العام الفائت. وبالتالي نحن وزننا ما بين الحقوق وما بين أمور نقابية جديدة، وأطلقنا برنامج نقابي كامل. من الظلم أن يصار إلى تحويل الموضوع أنه راتب فقط، لأنه في النهاية نحن نعلم والجميع يعلم أنه الراتب سينخفض إذا مش الشهر الجاي اللي بعده، وستدفع الحكومة كافة المستحقات. فتحويل حالة من النضال النقابي لحالة أنه تتحدث عن الراتب فقط فيها اجتزاء لمطالبنا وفيها اجتزاء لرؤيتنا النقابية الواضحة. شكرا على التوضيح، وشكرا لك سيد عاصم زبون أمين سر اتحاد العام للمعلمين في بيت لحم. شكرا. دفن مراحل منا الرصيع مكملين معكم أكيد في حلقتنا. رح نتوقف عند فاصل قصير وبعدها نعود لمتابعة الحلقة. ابقوا معنا. الساعة الآن 10:00 بتوقيت القدس، برعاية جوال رقم 1 أوفر وأقوى شبكة فلسطينية، وبنك القدس، بنك الوطن والمواطن. أخبار وطن في دقيقتين، من الساعة 8:00 صباحا وحتى 6:00 مساء. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. موجز الأخبار من شبكة وطن الإعلامية تقرأه رشا حسون، أهلا بكم. الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم للمحاكم العسكرية منذ
102 على التوالي، وذلك للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. استشهاد عامل برصاص شرطة الاحتلال في ورشة بناء في مدينة عسقلان بالداخل المحتل. هذا وأطلقت شرطة الاحتلال النار على الشاب بزعم تنفيذه عملية طعن، وأصيب ضابط بجروح وصفت بالطفيفة. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة جنين. وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية أن قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة من الجيش اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، وتصدى لها المقاومون، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال. الصحفي مجاهد السعدي يقول أن جيش الاحتلال اعتقل شقيقيه حمادة وإبراهيم خلال اقتحام منزل العائلة في مدينة جنين، وذلك من أجل الضغط على شقيقهم نور لتسليم نفسه. هذا وهدد جيش الاحتلال بتصفيته في حال لم يسلم نفسه. في الخبر الأخير، عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين يكشف أن هناك مخططاً إسرائيلياً لاقتحام المسجد الأقصى في 15 من رمضان المبارك، مؤكداً أن المخطط هو أخطر ما يمكن أن يرتكبه الاحتلال بحق الأقصى، ومضيفاً بأن المقاومة أعدت العدة ولديها ما يكفي لخوض معركة لستة أشهر متتالية. إلى هنا انتهى الموجز. المزيد على وطن.net. إلى اللقاء. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. وطن اف ام 99.2. كلمة في صفحة إلها معنى بيحمينا، زي الصاحب وقت الشدة تلاقيها، لما بنحتاجها على طول بتعطينا، في كل مكان منتشرة لترضينا. ومن سنين احنا معها تراست العالمي للتأمين، تطورنا لنعكس نجاحكم. قشطة يا عم، سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي، الكل كل حدا بتشوفه ببالا، جبالك قشطة من البناء أخطر من يلي ببالا، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي، دور القشطة دور يا عيني يا عيني على القشطة، يا ليلي يا ليلي على القشطة دور. القشطة الحامضة من بقلولتي، ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار. تحلم بمشروع ريادي أو إنتاجي أو فكرة بدها دعم مادي؟ أجل وقتها الفكرة تصير حقيقة والحلم يصير مشروع حقيقي مع البنك الإسلامي العربي، تمويل بدون أرباح ولا عمولات بسقف يصل إلى 10,000 دولار وفترة سداد حتى 48 شهر. البلد بتكبر فيكم وبأفكاركم، وإيد بإيد بنبنيها. لتفاصيل أكثر يمكنكم زيارة أقرب فرع للبنك الإسلامي العربي أو الاتصال على 1700-222-000 أو الموقع الإلكتروني www.aib.ps. البنك الإسلامي العربي، 25 عاما من الصيرافة الإسلامية. على قد ما هي حلوة نعمة النسيان، على قد ما أحيانا بتحرجنا، خصوصا عند الدفع كاش أو عن طريق البطاقة. ولأنكم ممكن تنسوا أي شيء، بس مستحيل تنسوا موبايلكم. هلأ صار فيكم تدفعوا باستخدام رمز الكيو آر من تطبيق بنكي أو تطبيق موبايل بنك أو محفظتي. لا تدخلوا على 10 جوائز يومية بقيمة مشترياتكم طيلة شهر رمضان، ومن اليوم الكاش ما بلزمناش. رمضان الخير، جوائزنا غير مع مجموعة بنك فلسطين، خاضع لشروط وأحكام الحملة.
مرحبا خير الشهور فيك المحبة والسرور هل الهلال بفرحة ليعم كل الكون نور كل الأحبة أقبلوا قرأوا الكتاب ورتالوا وعلى الوداد تقابلوا بدعائهم عند الفطور بالخير نسعى والرضا ونعيد حبا قد مضى ليعم أرجى الفضاء ويطيب في القلب الشعور عزيزة تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا أهلا بكم من جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين معنا عبر شبكة وطن الإعلامية من جديد نحن معكم شرطة الاحتلال لن تسمح سوى لألف شخص بالدخول إلى كنيسة القيامة للمشاركة في إحياء سبت النور وأعياد القيامة ولن تسمح سوى لخمسمائة شخص بدخول البلدة القديمة من القدس فقط والوصول إلى ساحات الكنيسة والبطريركية بطريركية الروم الأرثوذكس أعربت في بيان لها بهذا الخصوص عن رفضها لقيود الاحتلال التي تحد من المشاركة في إقامة الشعائر والوصول إلى الكنيسة وأكدت تمسكها بإجراء كافة الشعائر المعتادة في أعياد القيامة المجيدة وسبت النور طبعا تقول البطريركية منذ سنوات طويلة أصبحت المشاركة بالصلوات وحتى الوصول إلى الكنائس بالبلدة القديمة خاصة في موسم أعياد القيامة أمرا صعبا للغاية على أبناء الكنائس وأهلنا بشكل عام بسبب تقييدات الشرطة وممارساتها العنيفة ضد المؤمنين الذين يصرون على ممارسة حقهم الطبيعي بالمشاركة هذا البيان الذي أصدرته بطريركية الروم الأرثوذكس التي رفضت فيه هذه القيود التي فرضها الاحتلال على المشاركين في هذه الأعياد طبعا تأتي هذه القيود مشاهدين ضمن ما يفرض الاحتلال في القدس من تشديدات وإجراءات مشددة سواء في شهر رمضان المبارك واليوم يتم منع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى بعد صلاة التراويح وعدم الاعتكاف فيه أو سواء من خلال القيود المجحفة التي فرضتها على أيضا المشاركين في أعياد سبت النور والقيامة المجيدة بتحديد أشخاص أو عدد من الأشخاص للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأب عيسى مصلح ليحدثنا أكثر عن هذه الإجراءات وهو الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس صباح الخير لك وأهلا بك معنا صباح الخير صباح الخير لقدسنا الشريف ولفلسطين الحبيبة ولكم لأبناء شعبنا من المسلمين ومسيحيين يسعد صباحك بمناسبة رمضان المبارك كل عام وأنتم بألف خير وأنت بألف خير يا رب وشعبنا الفلسطيني دائما بألف خير وهذا واضح من خلال إجراءات الاحتلال في القدس أنه لا يفرق بين مسلم ومسيحي في انتهاكاته وفي القيود المجحفة التي يفرضها اليوم بيحدد الاحتلال عدد الذين سيدخلون إلى كنيسة القيامة وأيضا البلدة القديمة ويشدد من إجراءاته فماذا يعني هذا أبونا عيسى؟ الحقيقة يعني نحن نستنكر ونجب هذه القيود على أبناء شعبنا بمسلميه ومسيحيه وخاصة في سبت النور ويوم القيامة العظيمة يوم الأحد وكما تعلمون سمحوا لنا فقط بألف نسمة أن تحضر هذه المراسيم السنوية
والمعتاد منذ سنوات طويلة يعم مدينة القدس البلدة القديمة وكنيسة القيام ومن حولها عدد أضعاف أضعاف هذا العدد الذي تم السماح به هذا العام بسبب الأمن والأمان وبسبب ظروف لا نجهلها لا نعرفها. ونحن نستنكر ونجب هذا الكلام ونحن سوف ننطلق مع القيادات المسيحية كبطرسية الروم الأرثوذكس بعد البيان الذي كتب في جريدة القدس اليوم صباحا لإعلاء صوتنا في المحافل الدولية والداخلية والخارجية والقضائية من أجل السماح لأبناء شعبنا المسيحيين من جميع أنحاء المعمورة من المدن والقرى أن يشاركوا في هذه الاحتفالات السنوية في كنيسة القيامة. عادة الاحتلال بيحدد لكم أعداد معينة للمشاركة في العيد سواء اللي بدهم يدخلوا كنيسة القيامة أو يشاركوا في المسيرة وفي الشعلة وما إلى ذلك من أعداد في البلدة القديمة ولأول مرة ولأول مرة هذه الطريقة كما تعلمون دائما يحاولون تقليص الأعداد بسبب الخوف في من ناحية أمنية ومن ناحية الأمن والأمان. ونحن كما تعلمين بأن الإنسان المسلم والمسيحي عندما يذهب إلى المسجد الأقصى المبارك ولكن الصيام جاء لكي يتعبد لكي يعطي الواجب الديني تجاه الله سبحانه وتعالى وليس من أجل أن يخرب وأن يعمل وأن يكون دون ما أخذ يتصرف تصرفات خارجة عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الدينية الإبراهيمية الإسلام واليهودية والمسيحية. ونحن نستهجن هذا الأسلوب وأقول بأن الحرية أعطيت لنا من السماء من الله سبحانه وتعالى وليس من العبد. من يستطيع أن يمنع المسلم والمسيحي بالقيام بواجبات الدينية تجاه الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذه الأعياد السنوية التي نحتفل بها كشعب فلسطيني؟ فنحن نعلي صوتنا ونناشد العالم بأسره الوقوف معنا في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها هذه الأيام في وطننا الغالي في فلسطين وفي الأراضي المقدسة والضغط على حكومة إسرائيل من أجل إعطائنا الحرية التامة لكي نقوم بالواجبات المترتبة علينا وخاصة في سبط النور. نعم يعني هذا الأمر وهذه القيود المجحفة هل ستؤثر على أيضا عدد المشاركين وخاصة أنه الكل بيستنى في العيد والكل بيستنى في هذه الأجواء والكل بيستنى يعني ولها رمزية كبيرة تحديدا في البلدة القديمة في القدس فكيف سيكون تأثير هذه الإجراءات برأيك؟ الحقيقة كما تعلمين الأوضاع الاقتصادية والسياسية العيشة الصعبة كشعب فلسطيني بالإضافة إلى فيروس الكورونا الذي ألم بنا وضعنا النفسي تعبان والجسد تعبان ووضعنا لا يعني لا نحسد عليه. بالإضافة إلى ذلك حصل عدد المؤمنين لعدم مجيئهم إلى كنيسة القيامة هذا دلالة أنه النور المقدس الذي يبزغ من القبر المقدس لا يصل إلى قرانا ومدننا في فلسطين ولا يصل إلى أوروبا وأمريكا الذي يوزع في جميع أنحاء المعمورة حيث أن النور المقدس الذي يبزغ من القبر المقدس على يد بطرك القدس كيرشير في القدس الثالث يوزع لأوروبا والأمريكا وللعالم أجمع لدول الخليج الدول العربية الدول العالم بأسره. وبالتالي إذا بتمنعي أنت وكلاء الكنائس من أجل عدم أخذ النور من القبر المقدس دلالة هنا ستحدث مشاكل كثيرة والمؤمن يشعر بخيبة أمل من قبل الكنيسة من قبل رعاة الكنائس من قبل البطاركة من قبل الأساقفة من قبل المسؤولين عن المراسيم الدينية التي تحدث في كنيسة القيامة. ونحن نحث أبناء الكنيسة أبناء الكنائس المجيء لكي يحافظوا على إرث أبائهم وأجدادهم الذي تورثناه من أبائنا وأجدادنا ويجب أن نحافظ عليه نحافظ على أملاكنا على عقاراتنا على كنائسنا على شعائرنا الدينية مهما ألمت بنا من ظروف صعبة. وأملي أنه يتم الضغط على حكومة إسرائيل بأن تتراجع عن هذا القرار وإلا سوف نأخذ إجراءات يعني لم يتوقعها أي إنسان كرؤساء كنائس كبطاركة كمسؤولين عن هذه الشعارات الدينية السنوية التي تقام في القدس. مثل ماذا ستكون الإجراءات مثلا؟ يعني
كما تعلمين باننا يعني نتشاور مع بطرك القدس، يتشاور مع اخوته ورؤساء الكنائس والبطاركه والمسؤولين من اجل ان يكونوا على قلب رجل واحد، ولسوف يتخذون القرارات المناسبه في حينها من اجل اعلاء صوتنا ما يقوم به حكومه اسرائيل تجاه الكنائس. وكما تعلمين جيدا بان المستوطن يدوس ويحتل ويتعدى على أماكننا المقدسة، وخاصة في عقارات باب الخليل وأملاك باب الخليل. وكما تعلمين بما حدث قبل عدة أيام بالنسبة لفندق البتراء، أنوة دخل المستوطنين داخل الفندق، وبيننا وبين هذه الشركات المستوطنية محاكم قضائية. كيف يتصرفون بهذه الطريقة؟ ولا حدا يضع لهم حدا. ما هذه التصرفات؟ هذه تصرفنا نستنكرها ونجوبها، ونناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه ملك المملكة الأردن الهاشمية الوصل الأمين علامات المقدسة الإسلامية والمسيحية وفخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه، من أجل إعلاء صوتنا ودعم الكنائس ودعم كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك، لكي نقوم بشعاراتنا واجباتنا تجاه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. طيب يعني أفهم من حضرتك أنه هلأ في مشاورات، هلأ في محاولة ضغط من قيادات الكنيسة والقيادات الدينية؟ بيان بطرقية الرموز في القدس اليوم واضح، هذه بحكي لك واضح، فليعلم القاسي والداني والقريب والبعيد، نحن لن نرضخ وسوف نبقى نناضل ونتواصل من أجل تحقيق ما نصب إليه من أماننا وأهدافنا، وأن تحتضن مدينة القدس وكنيسة القيامة أبنائها. نعم. فنحن اليوم في جلسة القدس صفحة 2 في بيان بطرقية الرب الغدس يعني رفضها للقيود للاحتلال. نعم. وتصر على إقامة الشعار الدينية في عيادة القيامة وسبت النور كالمعتاد كما كانت في السنوات الماضية. لن نتنازل عن هذا الحق ولا بأي طريقة، مهما ألمت بنا من ظروف صعبة، مهما واجهنا نبقى مع أبنائنا على قلب رجل واحد، كما قال السيد المسيح له المجد: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كالأغصان اثبتوا فيه تأتوا بثمار الجنة. وأنا بشكركم كثير يعني لاهتمامكم بالعكس في هذا الموضوع. هذا واجبنا، وإحنا قمنا بنشر هذا البيان الهام عبر موقعنا على وطن، وأيضا هذه الحملة يعني تستهدف المسيح والإسلام بشكل واحد في القدس، وبالتالي هي هجمة على كل ما هو مقدس من ممتلكات مقدسة، من شعائر، من ناس تحتفل بأعياد أو برمضان أو ما إلى ذلك، فبالتالي يعني انتهاكات. يعني في مداخلة بسيطة، تفضل. يعني نحن بعد ديانات الإبراهيمية الثلاثة، الإسلام واليهودية والمسيحية، يحتفلون هذا العام المسلمين والمسيحيين واليهود معا. يجب أن نرتاح نفسيا، أن نفرح، أن نبتهج، ننصر بعدما انتهينا من فيروس الكورونا الذي ألم بنا منذ كذا سنة. بدل ما نفرح ونبتهج ونصر، يضعون العراقيل والقيود. لماذا؟ نحن لسنا دعاة أنف، نحن نريد السلام، نحن نريد الحق، نريد الاستقلال، نريد الحرية. نعم. نريد أن نعيش كباقي شعوب العالم. نعم. ولا يحق لأي إنسان أن يمنع حريتي مدى ما أعطيت لي من قبل الله سبحانه وتعالى، خالق الأشياء المنظورة غير المنظورة. صحيح. أشكرك جزيل الشكر الأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، شكرا جزيلا، تحياتي. يا قدس يا مدينة الصلاة، لن ينال من نورك الضوء. يا قدس يا مدينة الصلاة، لن ينال من نورك الضوء. سنصلي في كل دار. يعني مع هذا الملف يعني وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا غدا بإذن الله تعالى. شكرا لزملائي في الكنترول، ومن نريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أضوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، البلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع البدفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه.
أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.